فأنا بتفائل، ويمكن رقم 13 فعلا يكون لي نتيجة مختلفة يعني هذه المرة بإذن الله. لأن نرجع نقول تاني، الوضع مختلف، الأجواء مختلفة، الإجراءات مختلفة، النفسية مختلفة، خلينا نقول كمان، والثقة اللي عند الجماهير شوية برضو مختلفة ليه يعني المنتخب. فإن شاء الله يكون في كمان نتيجة بإذن الله مختلفة. خلونا كمان نستعرض كلام فيتوريا، لأن كان ليه تصريحات مهمة جدا يعني بالأمس لصحيفة كانت مهمة جدا، هي كان اسمها ايه بقى؟ مونزا مونديال. مونزا مونديال، عشان هي مش واضحة خالص. خلينا نبدأ مع حضراتكم نقول بالظبط التصريح، لأن هو كان برضو، خليني أروح، تصريحات فيتوريا بتكون مهمة ليه؟ لأن هو بيبقى دايما بيعتمد على شقين. أولا بيتكلم دايما بشق، لو أنت هتستشف منه هتلاقيه شوية ليه علاقة بالشق النفسي ومخاطبة الجماهير المصرية، دي نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية، هو دايما بيحب أن هو يتكلم فنيا بس ما بيأفورش، فاهم فكرة أن هو إيه؟ لما يجي حد يتكلم ما يقولكش لا احنا ضامنين الفوز، لا لا، الراجل كان بيتكلم بكل موضوعيه. هو قال لك ان منتخب مصر واحد من المنتخبات المرشحه للتتويج بلقب امم افريقيا، لكن افريقيا بتضم مجموعه كبيره جدا من المنتخبات عاليه كمان المستوى، لاعبين بيلعبوا في الدوريات الكبرى كمان. وكم اضاف كمان، قال هناك الكثير من العوامل اللي يجب اخذها في الاعتبار، مثل مثلا اشعه الليزر، فاكر انت برضو السنه اللي فاتت، حاجه كانت مستفزه جدا بصراحه، لما تبقى يعني ما فيش كنترول على الاعمال دي او الافعال دي، برضو دي عليها علامات استفهام كبيرة جدا. دي رقم واحد. رقم اتنين، قال لك برضو حالة الملعب والإصابات الموجودة بشكل كبير جدا، والمتغيرات الصغيرة دي اللي هي ممكن تحدث فرقا كبيرا كمان في الملعب وفي النتائج. وقال بنعد بأن نعمل بكل جد، نحن واثقون جدا مع العلم أن هذه المتغيرات يمكن أن تحدث فرقا كبيرا. رد كمان فيتوريا وقال على فكرة أنه هو كان بيشعر بضغوط كبيرة جدا بسبب مرور هنا فعلا زي ما كنا بنقول 13 سنة على آخر فوز لمصر بكأس الأمم الإفريقية. هو قال بطبيعة الحال أشعر بطبيعي يعني بضغط غير طبيعي لأني في بلد كبير، لكن على الجميع أن يعلم أنه لا يوجد شيء سهل. وعندما تعاقدت مع منتخب مصر بدأت في دورة مدتها 4 سنوات يجب على إعداد الفريق لكأس العالم كمان 2026، وأنا أعي جدا بهذه المسؤولية. فعشان كده بقول لحضراتكم دايما في تصريحاته في شقين، شق نفسي، والشق التاني بيبقى موضوعي اللي هو ليه علاقة بالفنيات. الراجل جاي ما بيقولكش لا احنا أجمد ناس، احنا عندنا يعني اكتر من لاعب محترف عالمي، عندنا محمد صلاح. الراجل بيتكلم بمنطق جدا. عكس بقى لو انت فاكر برضو تصريحات كيروش، لو انت فاكرها، اللي كانت مستفزه جدا، لان طلع قال لك هو قلل بقى، كان تصريحاته النقيض، هو كان بيطلع يقلل من المنتخب لما قال لك وانتوا فاكريني عندي منتخب يعني فيه كريستيانو رونالدو. ده برضو كان، وان كان تصريح وقتها ناس انتقدته، واحنا وقتها حتى قعدنا نقول، والبعض من الضيوف قال لك لا هو ليها مبررات، هو كان ما بيقصدش ان هو ينتقد، هو كان بيهزر. مش حاجه اسمها كده، مش حاجه اسمها تهزر انك تقلل من المنتخب اللي انت بتدربه. يا سيدي ما عندكش كريستيانو رونالدو وانت برضو ما انتش المدير الفني الواو، يعني صح ولا غلط؟ يعني خلينا نتكلم، طبعا احنا ما ردناش كده وقتها بس حلوه. يعني الامور لا تقاس بهذا الشكل، والتصريحات اللي من اشخاص محترفه وقيمه لا يمكن ان هي تكون بهذا الشكل. وانا اتكلمت في نفس الاسلوب ده على فكره وقتها، وانتقدت هذا التصريح لان التصريح لا يليق. بس على كل حال انا اشوف فيتوريا من المديرين الفنيين اللي عندهم عقلانية جدا، منطقية جدا.